احب برضه اسالك عن مسيره لاعبنا المصري الدولي الكبير محمد صلاح في ملاعب كره القدم الاوروبيه، رايك ايه فيما قدمه صلاح؟ هو لاعب ممتاز، هو احد اللاعبين الذين يستطيعون صناعه الفارق بسرعته وقدرته على تسجيل الاهداف، وبالنظر لما قدمه مع ليفربول هو لاعب استثنائي ويمتلك مسيرة كبيرة، وأيضا على مستوى المنتخب المصري بكل تأكيد وبكل صراحة هو لاعب ممتاز واستثنائي. لعبت مع محمد زيدان وشاهدت محمد صلاح، في رأيك من الأمهر؟ اللاعبان لاعبان كبيران، هو ثنائي كبير، وإذا لعب سويا سيشكلان ثنائي رائع إذا سنت لهما الفرصة أن يلعبا في الملاعب. ولكن أستطيع أن أحكم أيضا على زيدان بشكل أكبر بما أنني لعبت إلى جواره. زيدان لاعب رائع واستثنائي، وكذلك محمد صلاح. أعتقد أن المقارنة بينهما هي أمر ممتع لأنهما لاعبين ممتازين، محمد صلاح بما يقدمه في الوقت الحالي وزيدان في الفترة التي كنا نلعب فيها.